السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سلمى حجاج ودي قناتي التحفة تحفة. قبل أي حاجة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. موقع مستقل طبعا موقع جميل جدا، بس زي أي حاجة ليها مميزات وليها عيوب. المميزات اللي في موقع مستقل ان اي شغلانة هتتقبلوا فيها على الاقل هتكسبوا منها 20 دولار، يعني هو الحد الادنى لاي مشروع في مستقل 25 دولار، مستقل بياخد منهم 5 دولار وانتوا تاخدوا ال20 دولار، على عكس مواقع تانية بتاعت الخدمات المصغرة ان انتوا لما تبدأوا اقل شغلانة ممكن توصل ل5 دولار، انتوا اصلا بتاخدوا منهم 4 دولار والموقع ده بياخد نسبة 1 دولار. تاني حاجة ان احنا مش بتخصم مننا فلوس لما بنحول الفلوس، وبتتحول خلال 24 ساعة. انا ليا تجربه شخصيه على موقع مستقل قبل ما ابدا اشتغل عليه، شفت اراء الناس، كان في ناس بتقول ان في عملاء بينصبوا عليهم، ناس بتقول ان بعد ما بيشتغلوا الشغلانه مستقل مش بيضمن الحقوق بتاعتهم ويقدروا بعد ما يسلموا الشغل العميل دوت يمشي ويختفي. فانا خلال تجربتي مع موقع مستقل عملت 2 بروجكت، اول بروجكت كان كويس، تاني مشروع ليا على مستقل بعت الشغل وبعد ما العميل طلب تعديلات وحاجات خلاص تقريبا كنا وصلنا للشغل اللي هو فعلا عايزه، لقيت العميل دوت اختفى، فبعت المستقل نفسهم ايميل وقلت لهم ان العميل دوت ما بيردش وانا خايفه يكون كده اتضحك عليا، فيا ريت انتوا تضمنوا ليا حقوقي. وبالفعل ردوا عليا بسرعه جدا وقالوا لي انتي بس نبهي العميل، يعني بعتي له رساله مره كمان وقولي له ان الشغل كده تمام، يا ريت تنهي بقى المشروع. فانا بعت وقالوا لي لو ما ردش عليكي خلال 24 ساعه ارجعي قولي لنا. فانا بعت ساعتها للعميل والعميل برضو ما ردش، فرجعت الموقع مستقل تاني وبعت لهم رساله تانية وقلت لهم العميل ما ردش عليا، فقالوا لي تمام احنا هنحاول نحل الموضوع في ال 24 ساعه الجايين ولو ما اتحلش قول لنا. فعلا خلال 24 ساعه لقيت العميل دوت انهى المشروع وانا استلمت فلوسي. فديت كانت خبرتي او تجربتي مع مستقل، والحمد لله كانت تجربه ايجابيه. العيوب بقى بتاعت موقع مستقل هي طريقة تسليم الشغل، زي ما قلنا طريقة تسليم الشغل كلها بتبقى في الرسائل، يعني في مواقع بيبقى تسليم الشغل كده في حتة كده delivery section كده على جنب انتوا بتسلموا فيه الشغل وخلاص، يعني كده مسافة ما انتوا تبعتوا فايلات في المكان دوت كده خلاص الشغل وصل. انما المشكلة في مستقل ان الشغل بيبقى رايح جاي بينك وبين العميل على هيئة رسائل، والمشروع مش بيخلص غير لما هو اللي يدوس انهاء العمل دوت. تاني حاجة وبتدوت برضو بالنسبة لي عيب في مستقل، ان لما انت تتقبل في شغل المستقل مش بيبعت ايميل ليك، لازم انت لازم انتي او انتوا يعني كل شويه تفتحوا الويب سايت بتاع مستقل تشوفوا انتوا اتقبلتوا في الشغل دوت ولا لا. فلو مثلا انتوا يئستوا وبعتوا عروض كتيره جدا ويئستوا خلاص ان انتوا تشتغلوا، ممكن وما فتحتوش مستقل تاني ممكن تتفاجئوا بعد كده ان في عروض فعلا انتوا اتقبلتوا فيها وان انتوا ما نفذتوش الشغل دوت، على عكس مواقع تانية كتيره اول ما العميل بيقبل العرض بتاعكم بيتبعت لكم على طول ايميل ان الاوفر بتاعكم خلاص اكسبتد او العرض بتاعكم اتقبل. فديت كانت العيوب بتاعت موقع مستقل، وهي عيوب بسيطه مش حاجه كبيره، هو بس محتاج زيه زي اي شغل تاني صبر ونفس طويل عشان تبدأوا تبنوا عليه سمعة وتبدأوا تتقبلوا في العروض. بس كده دوت كان كل حاجة الفيديو النهاردة عن ويب سايت مستقل. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، وتفعلوا الجرس وتتابعونا على انستجرام، وزي ما قلت لكم كل اللينكات اللي هتتذكر في الفيديو دوت او في اي فيديو تاني بتبقى موجودة على بوست على المدونة، اللينك بتاعه بيكون في صندوق الوصف او الديسكريبشن بوكس. والى اللقاء في فيديو جديد، دمتم بخير، باي باي.